السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي دوسمدي. هالنهار ان الله غنقدم لكم واحد الحلقه خاصه بمراحل نمو الارانب حسب الشهور بالتفصيل الممل. اذا في الشهر الاول يولد الارنب عاري بدون شعر بعينين منغلقتين، ويعتمد بشكل كبير على امه في الثلاث اسابيع الاولى من حياته. أما في اليوم السابع تقريبا يبدأ الفراء في النمو، وفي اليوم العاشر تبدأ العينين بالانفتاح. أما في اليوم 12 بالضبط تبدأ الأذنان بالظهور، وفي عمر 3 إلى 5 أسابيع تتمكن الأرانب من قضم الأغذية، يعني تقدر أنها تهرس الأغذية الصلبة، ويكون الأرنب مستعد لترك العش ديال الأم دياله أيضا. إذن هذه المرحلة هي قبل الفطام. دابا نهضروا على الشهر الثاني، وهي من 6 إلى 8 أسابيع. في هذه المرحلة كيتمكن الأرنب من الاستقلال التام عن الأم. أما في الشهر الثالث، في هذا الشهر يعني كيبلغ الأرنب يعني سن البلوغ، كيولي بالغ. وفي هذه المرحلة ضروري ومؤكد أننا نفصلوا بين الذكور وبين الإناث أيضا، يعني خاص مرحلة العزل. في هذه المرحلة كيكونوا في العمر 10 ديال الأسابيع. دابا نتحدثوا عاوتاني على مرحلة أخرى، وهي في الشهر الرابع إلى السادس. في هذه المرحلة هي عبارة عن تغيير في السلوك ديال الأرنب، بحيث أن الأرنب كيصبح ناضج جنسيا، وبالتالي ممكن للمربي الأرانب في هذه المرحلة باش أنه يراقب الأرانب ديالو، فمنها اللي غادي يكسبها، وغالبا كتكون الإناث، لأن الأغلبية ديال المربين ما كيفرطوش في الإناث، يعني كيكونوا أغلبية كيبيعوا الذكور. وهذوك الإناث أو الذكور إلا بغى يخلي منها شي حاجة، يخلي اللي كتكون حيوية وكتكون نشيطة، وكتكون بين أنها فحل، كيكون لك يعني فيه الفحولة، كيكون ذكر يعني بين عريض في الكادر ديالو، كيكون مزيان في الطولة ديالو، كيكون مزيان، هذاك ممكن أن المربي يخليه. بالنسبة للإناث فممكن أننا نخليه عاوتاني حتى هي السلالات، يعني مثلا البابيون أو شانشيلا، هادو ما نفرطوش فيهم، يعني هادو كيكونوا كتكون أم حنون، كتكون عندها سبحان الله، كتكون مزيانة من عند الله. أما قضية ديال النشاط عاوتاني كتكون كاين الأمهات اللي كيكونوا خمولين، كتكون ما كتحركش بزاف، هذيك من الأحسن حتى هي تمشي للبيع. أما اللي كتكون نشيطة وحيوية هذيك نخليوها. أما بالنسبة للسلالات المهجنة، يعني حتى هي اللي كتكون ما معروفاش، من الأحسن حتى هي ما تربيوهاش عندكم، ربيو غي اللي كتكون الأصلية هي الدوريجين، اللي كتكون إما شانشيلا إما بابيون، ماشي كتكون شي وحدة كتبان لك مثلا فيها نص، يعني مهجنة، حنا كنقولوا مهجنة، أو كاين الكروازي، أو حتى هو ما نحاولوش أننا نربيو غي الأصلية، يعني اللي كتكون إما سلالة وحدة، يعني إما كتكون نيوزيلندي، كتكون كاليفورني، كتكون بابيون فرنسي، شانشيلا، هادو ممكن أنكم تخليهم للتربية، ويعني باش تكسبوهم، وإن شاء الله
يعطيكم واحد المردود وواحد الانتاج ممكن انكم تكملوا المسيره ديالكم. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنظن انني يعني شرحت جميع المراحل ديال النمو ديال اي ارنب. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جام، ما تنساوناش بزر جام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.